يا أخي أول مرة في حياتي أشوف هاك مغير لبس الفريق، لبس اللبس بنات جوست مودز. والله أول مرة في حياتي أشوفه. أوكي، ظهر أن الفريق كامل فريق بنات. السلام عليكم، معكم بشر هيدز، رجعنا لكم كود 5. طبعا هذه السلسله كيف ما قلنا لكم قبل، بين تقريبا كل 10 مقاطع بالكثير ننزل كود من السلاسل القديمه. المقطع الجاي ان شاء الله بنحاول العب كود 7، بالرغم ان كود 7 تقريبا موصل فيه ليفل 11 او 12، فما بحاول فيه اطلاق اي شيء كود 7، لكن الله يعين. المهم طبعا هالكود كود 5 يعني تقريبا عدد ساعات اللعب في هالكود تقريبا حول 8 ساعات او 9 ساعات. المهم الكود هذا بالضبط يذكرني بوضعيه كاونتر سترايك، حركة اللاعبين. أحس إن حركة اللاعب تجيك متقطع أو يركض هو متنقز، اللف والدوران، يعني تحس إنه شوي الوضع غريب، يعني على عكس كود 8 و9 و10، تحس إن الحركة واللف والركض يعني تحس إنه شوي ناعم سلس، لكن هالكود تحس إنه شوي متقطع أو الشخصية هي تركض، والمابات يعني ما متعود عليها إطلاقا، مو بحافظ أي شيء. لكن صراحة يعني كود من جد ممتع بكل ما تحتوي الكلمة معنى. فنحاول نرجع للاكواد القديمه هذه وننوع في القناه، وان شاء الله السلسله هذه تعجبكم. طبعا ببدا اول شيء بلعب بسلاح الام 14، سلاح مره قوي. صح انه له يعني عيوب، بحيث انه صراحه السلاح ما اشوف فيه صراحه ثبات، ما اشوف فيه ثبات، يعني تحس ان السلاح يرتفع لفوق ويروح وكذا. لا حول، لا يكون هذا، اقسم بالله قبل لا حول. بس كل الجماعة قاعدين آخر الماب محبسين، فيعني صعب إنك تتحرك، خاصة إذا أنت شخص مو بحافظ الخرائط ما تعرف وين توزعهم في الخريطة، فيعني من جد شيء يغبل. لكن الحمد لله الكونكشن ممتاز وياهم، هذيلا مرة ممتاز لحد الحين. سلاح ممتاز لكن ما تحس انه فيه ثبات، تحس انه يعني يرتج كثير. والله يا جماعة انه ما كان ظاهر ابد. حلو، ريكون بلاي. طبعا هذه اليو اي بي حقتهم او الرادار، نفس اليو اي بي بالضبط، ماشي اي فرق. طبعا نادي ضدنا هذه الستريك صراحة تشبه الورث هوج اللي موجود في كود 9 اللي تنزل قنابل من الجو، فيعني تحاول تجنبها قدر المستطاع. اوكي، ممتاز. طبعا يبنى الكل ستريك هذا قبل شي نزلت علينا، مشكلة انها تنزل مكان معين، مكان واحد، يعني اذا تغيرت مكانك خلاص امورك بالسليم. الورث هوج على عكس يعني شوي يغطي المساحات شوي. اوكي، باقيني قتله على الدوجز، واللي الستريك اللي قبل شوي ناديناها ما سوت ولا شيء في الجيم. انا منزلها مكان غلط اساسا. اوكي، تاخرت عليه. غلطتي، تاخرت عليه ذاك، ما ذبحته بسرعه، وطلع اللي قدامي نفس الشيء عنده رصاص وانا ما عندي رصاص، ف خطأ هذا طبعا. ف والله لعبة حلوة، والله من جد حلوة، تحس انه وضعها شوي يختلف عن الاكواد الثانية، الحركة وكذا، تحس ان اللاعب ينقز ويركض. والله ما ادري، يمكن هذا من الاكستريم كونديشن البيرك اللي يخليك تركض. اوكي، ما كان واضح.
طبعا الدوجز هنا يجي لك على 7 كل ستريك، يا سهل يمديك تجيبه. لكن المصيبه في ذي الاكواد ان عليها لاك شنيع اول شيء، ثاني شيء هاكات. لكن بالرغم انه يعني فيه هاكات واقدم من كود 6، لكن هاكاتها اقل كثير من كود 6. كود 6 هاكات بالهبل. كويس يو اي في. ياه طبعا عبالي انا كان تحت هني، تحت عبالي هني كان، ف يعني هو بعد ما انتبه علي. فا اوكي يا اخي باقي قتلة على الدوكس. حلو جبنا الدوكس. اوكي يا طبعا نفس الشيء، ما ادري، احس ان العيب يا شباب، العيب الشيء الغريب في هالكود ان اسلحه الصب ماشين خفيفه اوكي، وشيء طبيعي ان اخاف من اسلحه الاسولت رايفل، لكن يوم تايم وتحرك يمين يسار مثل وضع الاسولت رايفل تحس انه نفس الشيء، المفروض يكون الاسولت رايفل اخف. دوك شغال فيهم بالرغم ان كود قديم، لكن الدوكز اللي هني صراحة افضل من الرابس اللي في كود 12 مليون مرة. يعني صحيح انه يموتون بسرعة، لكن يعني يعطيك حلو دبل، لكن يعطيك يعني قتلات كذا في الجيم. الحمد لله لحد الحين متوفق مع الجماعة 3 أيام ورا بعض، كونكشن مرة ممتاز فيها. أخي هذه ضدنا ولا معانا؟ وش السالفة؟ أوكي أعطوني أسيست على الدوكس. اوكي كويس، كيف ما تشوف الكونكشن مع الجماعه هذول مره ممتاز، 3 ابراج اوكي يعني مره خرافي. في العاده تحصل احمر او اصفر، فالحمد لله على كل حال. طبعا كود 5 صراحه يا جماعه كود من جد رائع بكلمه تلك المعنى، لكن خلاص ده، لكن العيب فيه انه فيها هاكات وفيها لاك شنيع. ان شاء الله المقطع القادم بعد اسبوع او اسبوعين عن كود 7. اللي كان معي اليوم كان معك كشر، السلام عليكم.